تواجد عضو مجلس إدارة في مجلس إدارة النادي الأهلي كان بطل عالم في الكاراتيه، ده بيمثل لكم إيه كلاعبات أو لاعبين كاراتيه في النادي الأهلي؟ طبعا كابتن مهند مجدي يعني. والله انا يعني انا طبعا علاقتي بمهند، مهند اخويا الكبير ومثلي الاعلى، مش عارفه اقول كابتن مهند ولا دكتور مهند ولا اقول له يا مهند زي ما احنا بنندهله في العادي، بس مهند كان قدوه لكل شباب الاهلي في الكاراتيه، وكان مثل الاعلى. انا لحد دلوقتي مهند قدوتي ومثلي الاعلى، يعني مهند احنا شفناه بطل عالم فبقيت عايزه ابقى بطله عالم زيه، شفت مهند دكتور فبقيت عايزه ابقى دكتوره زيه، فشفت مهند في مجلس الاداره ربنا يكرم ان شاء الله ان شاء الله في باذن الله احد الكوادر الاهلاويه الكبيره يعني. ربنا يخليك ميرسي. فمهند بالنسبه لنا طبعا قدوه ومثل اعلى، وجوده طبعا جوه المجلس دعم فرق كبير. اه طبعا مش مع الكاراتيه بس، مع الالعاب الفرديه، لان مهند اتظلم كتير وشاف الظلم اللي بتشوفه الالعاب الفرديه. من الظلم ما كانش بس مقتصر في نادي معين او حاجه، هو بشكل عام في مصر. ايوه بالظبط، هو ظلم عام. ظلم اعلامي، ظلم ان الالعاب دي مش معروفه، الناس ما بتسمعش عنها. فلما مهند جه بدأ يدي اهتمام للألعاب دي جوه النادي، بدأنا نعرف ان في حد مثلا في السباحة، في حد في البينج بونج الناحية التانية، في حد في الكاراتيه، في فده بالنسبة لنا احنا يعني كنفسيا بيأثر علينا يعني بشكل إيجابي، إيجابي طبعا. ان بدأ مجلس الإدارة يعرف عنا، بدأوا الناس في النادي تعرفنا، بدأنا نبقى متواجدين على قناة النادي وفي النادي، والناس بقت شايفانا وعارفه ان عندها ابطال كتير جوه النادي، مش بس الموضوع مقتصر على العاب جماعيه. بالظبط. فطبعا وجوده كان داعم اساسي يعني.